يعني شوارع مقطعة، يعني يردون من عندنا حظر تجوال مضبوط، يعني أطول العالم اكتب لهم مثل مصرف خاطر العالم تقعد، يعني أنت لا تطيني لا تطيني مثل أطيني بهذا مبلغ خاطر أعطيك أنا حظر تجوال مضبوط. ألتزم اليوم خاطر ألتزم إيه أنطيني أعطينا حتى خصص لنا مبلغ على مود ألتزم أنا، وإذا طلعت حاسبنا أو سووا عليه غرام مو صحيح ولا، يعني زين أنت لا تعطيني مصرف، لا تعطيني غذائية. أكيد اليوم الحظر أثر عليكم. احتياطي يعني أثر قطع رزقنا، إحنا صاحبين عوائل. يعني إحنا مصرفي وقوت يومي. نطلع نشتغل ناكل، ما نطلع نشتغل ما ناكل. صحيح. والدولة تريد من عندنا حظر تجوال مضبوط. يعني هسه لا يعطونا على طريق الوكيل يسطونا شهرياً مبلغ بسيط على مود نقعد إحنا بالبيت ما نطلع. مو صحيح ولا زين انت لا تعطيني لا تخليني مثلا اطلع للشغل وقفت خلينا نقول اليات عمل اليوم مثلا توفر للمواطن على الاقل مبلغ بسيط كمنحه وبالتالي المواطن هو من ذاته راح يلتزم اعطيني يعني وفر لي مبلغ بسيط خاطر انا التزم بالحظر التجوال اقعد بيتي واسكت زين انت لا تعطيني مصرف ولا تعطيني زين انا عند عائله منين اجيب لهم يعني المسؤول قاعد رواتب عنده ياكل يعني وينام واحنا وهاي الناس الفقره تشوف انت الوضعيه تعبانه يعني لا يعطون مصرف العالم لا غذائيه زين العالم واحد شلون يلتزم بالحظر التجوال انا بالنسبه لي اسوق قوت يومي يعني اطلع للشغل اشتغل اقعد بالبيت ما عندي زين شلون امشي حياتي والدوله يعني الدوله خلي تسوينا يعني طريقه خاطر نمشي عليها ماكو يعني بعد ما مددوا حظر التجوال يعني اصور لي اسبوع اضافي بالتالي اليوم العالم يعني هي بذيك الايام ما قدرت تمشي حياته أيه. لازم فت اليه عمل اليوم فت يعني منحه بمبلغ بسيط اي سوونا يعني مفردات البطاقه التمويليه سوونا يعني سوونا منحه بسيطه لهي العالم التعبانه خاطر نلتزم ونقعد ببيوتنا نحافظ على عوائلنا نحافظ على العالم سوونا يعني في الطريقه مبلغ بسيط اعطونا كل شهر كل اسبوع على طريق الوكيل خاطر نلتزم بالحظر التجوال ونقعد زين انتم لا تعطون شو اسمه لا تعقيم يعني انت تشوف الوضعيه قدامك هاي باوع السوق لا تعقيم لا فش لا امانه العاصمه لا وجانا مسؤول وشاف الوضعيه لا طيب الناس هاي تعبانه والناس كلها لا ما زين ما حد يقدر يلتزم صح الناس صاحبين عوالي وانت تشوف الوضعيه بعينك جاي تشوفه حياك الله اشكرك.